اوكي، هاي بنات. النهارده هعمل توتوريال، ميك اب توتوريال. مش عارفه ايه الفتره دي حابه قوي اعمل لكم ميك اب توتوريال. في كان كذا لوك في دماغي فكلهم عايزه اعملهم لكم. عملت بتاعت اللي هي البنات اللي هم يمكن الاصغر شويه، البنات في المدرسه. التوتوريال ده هيكون ميك اب لوك للخريف، وهستخدم ميك اب مش كله دراج ستور. التوتوريال اللي فات كان دراج ستور، وبقالي فتره مركزه على دراج ستور المصري في الفيديوهات اللي فاتت. بس التيتوريال ده بصراحه هو ميك اب انا فعلا حطيته كذا مره في الشهر دوت، فكنت عايزه افرجه لكم. وعلى ما اظن كنت حاملاه في فيديو سبتمبر فيفرتس بتاع شهر سبتمبر. في بنات قالوا لي انت حاطه ميك اب ايه، فقلت افرجه لكم برده. وهو لذيذ جدا، هستخدم حاجات في منها هاي اند او غاليه يعني، بس مش كل حاجه. ده اولا. ثانيا، انا متاكده ممكن تلاقي بدايل حاجات شبهها في الدراج ستور او حاجات عندك اصلا يعني. بصي في الاي شادو باليت بتاعتك، انا هستخدم اي شادو باليت غاليه شويه. ده شكلها ديمون تارت، اعتقد كانت من تارت. هي يعني هي لذيذه وكل حاجه، بس يعني صدقوني الالوان اللي فيها ممكن تلاقيها في الوان تانية. هفرجكم شكلها عشان هي فعلا انا كان نفسي افرجها لكم من ساعه ما جبتها. دي الالوان اللي فيها. بس المهم هبتدي في التوتوريال عشان ما بحبش اعمل انترو طويله عشان الناس ما تزهقش. اول حاجه هستخدم مويسترايزر او كريم مرطب. اللي هستخدمه من نوكس ده اسمه كريم، ده اسمه كريم بروتيجيوز. وده ضد الستريس وضد البوليوشن، اعتقد انتي فاتيج. اوكي، هو الكريم ده ان هو ماركتد، او يعني الماركتنج بتاعه هو انتي اوكسيدنت وانتي ستريس. انتي اوكسيدنت يعني ضد التلوث والحاجات ديت، والستريس اللي هما يقصدوا على ما اظن الستريس اللي على البشره يعني. هو ريحته خطيره، بس هو غالي شويه، كان حوالي 500 جنيه. بس هو بيتباع في كل الصيدليات يعني، هو تقدر تشتريه في مصر، بس هو on the higher end يعني اغلى شويه من كلين اند كلير يعني حاجات تانية اتكلمت عنها قبل كده. بس انا كنت استخدمته قبل كده وبحبه، فجبته تاني السنه دي. هو كمان اتقل شويه عشان وقت الشتاء. انا باخد كميه قد كده، باخد قليل قوي. هو ممكن يعني يكفيكي شهور، ممكن يكفيكي فصل الشتاء كله. وبحطه حوالين بقي هنا كده عشان الحته دي دايما عندي بتبقى ناشفه، اكتر حته ناشفه. مش عارفه انتوا الحته دي برضو بتنشف عندكم ولا لا. بحط حوالين عينيا شويه وساعات قرطي، بس اللي بنبقي على ايدي يعني، ان هو تقيل قوي يعني. انتي لو مش بتحبي الكريمات التقيله ممكن ما تحبيهوش. ما هو جل، هو كريم تقيل، بس ريحته حلوه قوي. ريحته لاكجوريوس كده، اللي هو الحاجات الفرنساوي الحلوه. بعد كده الموضه اللي ملاحظاها في الميك اب، الحاجات اللي نازله جديد وكده، خصوصا بره يعني. منازلين ماتس كتير قوي، اللون المات راجع لفصل الشتاء دوت وفصل الخريف دوت. فهحط فاونديشن تكون مات شويه، اللي هي فيت مي هي اللي هي الزرقاء، اللي هي مات اند بورلس. فهي ما هيش اللي هي الفاونديشن اللي بتلمع الدوي. برضه مش باخد كتير، انتوا عارفيني انا اوريدي بشرتي مش وحشه قوي. عاده بحب احط نقطه على ظهر ايدي واخدها بالفرشه. انا احط الاول قليل شويه وازود. دي الكميه اللي انا اخدتها، عشان الفاونديشن لما تزيد بتعجن. حتى لو انتي محتاجه التغطيه مش بكتر الفاونديشن. المهم باخد وبوزع بعيد، كانك لو بتحبي الرسم هتفهمي، كانك بتلوني بالظبط. وبعد كده انا بشرتي اليومين دول كلها حبوب، كل ده حبوب، كل ده حبوب، كل ده حبوب، حبوب. على ما اظن المره دي باينين في الكاميرا، شايفين؟ مش مشكله. حط شوية تانيين. في بنات دايما بيقولوا لي درجتك كام؟ درجتي 110، بس انا حاسه ان اللون ده فاتح عليا شويه، ممكن بجرب الوان اغلى. استخدم برضو الكونسيلر بتاعها بتاع فيت مي، اعتقد درجتي كانت 110 برضو، مش متاكده، لا 15. وهحط كده. هو انتوا عارفين انا بحط الكونسيلر ازاي. بعد كده هستخدم البرونزر بتاعي اللي انا حابه الفتره دي بتاع لونا، وهو رقم واحد. عشان في بنات برضو كانوا بيسالوني درجته كام، ما اعتقدش ان ولا فيه
ده درجة واحد عامة، ان هو افتح درجة. في بنات قالوا لي ان هو مش بيجمنتد قوي، انا بحب كده عشان بستخدمه كباودر عشان اسمر، مش اللي هو كونسيلر، مش اللي هو برونزر، عشان مش زي برونزر قوي، بستخدمه على كل وشي تقريبا. بعد كده بقى الحتة الفن، بقيت اعمل ايه، بقيت الفترة ديت اللوك دي عملتها كذا مرة، ان انا باخد اللون ده، عايزين نفوكس اللون ده من الباليت بتاعت تارت اسمها Under the Sea. الباليت دي اسمها Under the Sea، بس بغض النظر ان انت عايزاه هو لون يكون طوبي بيلمع او مات. في ممكن تستخدمي المات او تستخدمي البيلمع، بس انا شخصيا بحس البيلمع ألذ. لو ما عندكيش لون طوبي بيلمع، ممكن تجيبي لون طوبي وتجيبي ايشادو بيلمع، زي اللي كنت فرجتهولكوا في بتاع لونا، اللي فرجتهولكوا في المشتراتي من الدراج ستور، وتقولي انا عاملاه فوق ايه. بس هي دي الوان الباليت، عشان متاكده ان انتوا هتبقوا عايزين تشوفوها. دي الالوان، الوانها جميله جدا، بس المهم هستخدم اللون ده. بصراحه بحطه على جفني كله لان اللون اوريدي مليان قوي، فبحس ان انا لو عملت اللي هي الاي شادو لوك اللي هي لون فاتح جوه ومش عارفه لون غامق بره وترانزيشن كولر في النص، بحس ان هتبقى كتير. فجست باخد اللون وبحطه على جفني كله. الفرشه دي من بادي شوب، بحط الاول هنا عشان بحط الناحيتين الاول عشان بيبقى عليها كتير، وبعد كده بوزعها على الجفن كله. بحس ان انتي لما تحطي الايشادو من غير بقية الاي ميك اب ممكن يبان انه كتير، بس بعد شوية يعني لما بتكملي الميك اب بيبقى شكله حلو قوي، بيبقى جديد كمان. اوكي بعد كده هرسم حواجبي، هعمل حواجبي، بعد كده هستعمل اي لاينر. الاي لاينر بتاعي اللي هو من اسنس خلص، اللي هو كان ووتر بروف، كان حلو قوي بس بقى نشف، بقيت لما احطه بعديها شوية بيقشر، مش حلو يعني. فبقيت استخدم بتاع اماندا ده، كان عندي من زمان بس ما كنتش بحبه قوي 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 يعني، بس هو كويس. بعد كده هحط الماسكرا بتاعتي. انا مش لاقي ماسكرا عندي احلى من لاش بارادايس، رغم ان هي خلصانه بزق فيها، بس هنزل اجيب ماسكرا جديده. اوكي البلاشر اللي انا بستعمله الفتره دي هو بتاع لونا برضو، اللي كنت جبته رقم 508، ده لونه طبيعي يعني خفيف، وبحب احط هنا بعيد عن خدودي شويه، بحس ان الميك اب لوكس بتاعه الخريف بتبقى كباري شويه، مش اللي هو بقى كيوت وبتاع، فبحس البلاش اللي هو تحت ده بيكبر شويه، لكن البلاش اللي هو على الخد بالظبط بيصغر. المهم حاجه تانية بستخدمها الفتره ديت اللي هو الهايلايتر بتاع سان بيم بتاع بنفيت. انا يعني مكنتش الاول كنتش بستعمله فتره طويله قوي، وبعد كده الفتره ديت بقيت استعمله حبه جدا، وبحطه فوق عند خدودي من فوق. هو عايز اقول لكم يعني فعلا انت تقدري تستخدمي الهايلايترز اللي عندك نفس الاستخدام وهتدي الايفكت برضو. بس شايفين شكله حلو ازاي؟ ده الميك اب اللي انا بستخدمه الشهر ده بجد، حطيته كذا مره، اظن 3 مرات او حاجه، بس كانت في حاجه يعني كنت خارجه، مش اللي هو حطيته عادي يعني. رغم ان الميك اب المات موضه، انا حاسه الهايلايترز لسه لذيذه قوي برضو. واللون ده عشان هو مصفر شويه او ذهبي، هو مش بيبان قوي، انا بحس الهاي بيم احلى، اللي هو الهاي بيم اسمه على ما اعتقد،
اللي هو الابيض احلى منه، بس دوت الفترة ديت حاساه اهدى شوية من الابيض، والذهبي بتاعه لون دافي لايق مع الميك اب اللي هو الورم اللي انا حاطه، اللي هي الالوان الاحمر وكده. اخر حاجة هفرقها لكم هي ان انا بحط الروج بتاع لوليتا، انا برضو عمري ما حطيته قدامكم، بس ده برضو اللي انا كنت دي اللوك اللي انا كنت عاملاها في سبتمبر فيفورتس وفي كذا فيديو، وكنت قلت لكم على الكومبو دوت ان انا بحط الاثنين دول مع بعض. سوري في صوت عربية، انا ما باخدش بالي من الحاجات ديت، وبكتشف وانا بعمل اديتنج ان في اصوات بره، بس انا النهارده كنت فاتحه الشباك، كنت عايزه افتح الشباك، عايزه احس ان انا يعني مش عايزه اقفل الشباك، فاتمنى ما كانش في اصوات تضايقكم. مهم، فانا هحط لوليتا. طبعا انا اتكلمت عن الدوبس بتاعت لوليتا كتير، هتلاقوا اللون كتير، هعمل لكم سواتش صحيح عشان تعرفوا ايه هو اللون ده. اللون بتاع لوليتا، جيبي اي لون زيه او لون ممكن يكون عندك اوريدي لون قريب منه، ده ممكن تستخدميه، بس وبحطه وسط شفايفي كده كده اهو في النص، بس بوزع بصباعي، بصباعي اللي هو بتاع الرينج فينجر اللي بتلبسي فيه خدم، بعد كده بحط عليه زبدة كاكاو عشان يلمع. ممكن تسيبيه كده لو عايزة، لو انتي بتحبي الميك اب المات اكتر. انا هحط عليه زبدة كاكاو اللي هي بتاعت لابيلو اللي بالتشاري. بس هو ده الميك اب لوك بتاع الخريف اللي انا حطيته الفتره اللي فاتت، كنت عايزه افرجه لكم. انا عارفه ان في شويه حاجات يعني من سفورة زي الباليت، الميك اب باليت بتاعت اندر ذا سي بتاعت تارت، اسمها اندر ذا سي بتاعت ماركه اسمها تارت لو انتوا مش عارفين، بس انا عارفه معظمكم عارفين يعني. والهايلايتر بتاع بنفيت اللي هو سان بيم، دول اللي يمكن من سفورة او لوليتا، بس انا عارفه ان في شويه حاجات من سفورة وحاجات من بره، بس انا متاكده ان انتوا تلاقوا حاجات شبهها في مصر لو انتوا مش بتسافروا بره، او حتى لو جست تلاقي حاجات شبهها عندك اوريدي. مهم دي الميك اب لوك، ده الاي شادو، و انا حاسه جديد وفي نفس الوقت انا بحب التغيير، فحاسه جديد وحاسه حلو وحاسه لايق بقى على جو الخريف. اتمنى الميك اب لوك يكون عجبكم، ولو عملتوه وعايزين تنزلوا صوره على انستغرام وتعملوا لي تاج، ممكن اتفرج عليها واشوفها، تبقى حلوه قوي. انا عمري ما طلبت حاجه كده يعني. قولي فولو على الانستغرام، انا استغربت ان انا بقيت فعلا ابوست على الانستغرام كتير، وساعات ببقى مش عايزه اسحم الفيديو برغي كتير، فببقى مثلا عايزه اتكلم على الانستغرام، فانا ملاحظه ان انا بقيت ببوستك شويه، ببوست بعمل بوست شويه على الانستغرام، وبعمل انستغرام ستوريز كتير، فما تنسوش تتابعوني هناك وبس، وقولوا لي ايه رايكم في الميك اب لوك ديت، واشوفكم قريب ان شاء الله في فيديو جاي. باي.